السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نصوبو الكروفيت في الفران، ندوزو نغسلو هاد الشي ونقيوه ونطلقوه من بعد إن شاء الله. من بعد ما استقطر، غسلناه واستقطر، دابا غادي ندوزو نشرموه إن شاء الله. غادي نضيفولو أول حاجة هي ديك التومة، التومة هي دي اللي مرقدة في الزيت البلدية، ناخدوها هي والزويته ديالها. هذاك الزويته راه ما كتضيعش، دائما كنخدموا بها. كناخذوا ليمون مصير، هذا كناخذوا ورقه القزبر ومعدنوس، كناخذوا حبيبات ديال الكبار حامضين. هنا عندي مجموعه ديال العطريه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله. هيا دي ناخذ منها معلقه، فيها الاعشاب والعطريه وفيها جميع انواع العطريه ان شاء الله. دابا نشاركها معكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. دابا غادي ندوز نشرمل هذا الشيء ونضيف الزيت، راني ضايفه شي شويه مع ديال الثومه، دابا نضيفوا شي شويه بلديه ان شاء الله. نشرملو هادشي ونخليوه واحد نص ساعه يتشرمل، يشرب داك الشرموله مزيان، ونديروه في الفران ونطلقوه من بعد ما يوجد ان شاء الله. ها هو الكروفيت وجد، دخلناه للفران، خليناه غير تصهد شويه، ما كياخذش وقت كبير في الطياب. ضفت له القليل من الحبوب، ضفت له القليل من الحبوب، نسيت قبيله ما درتهالوش، ها هي هادي ضفتها له. والملحه ما درتش الملحه حيت الليمون مالح، الكبار فيه الملحه، داكشي باش ما درتش الملحه. وكنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم جربوه وشاركوه مع الاحباب والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.